إذا كنت تشاهدني لأول مرة فأنا أنبش في التاريخ للبحث عن قصة أو معلومة قد تسمعها لأول مرة. كان دائما الأنصار والشعراء يتفاخرون يقول أنا ابن ميزيقياء عمرو وأبوه عامر ماء السماء. فمن هو ماء السماء؟ استعان به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب المرتدين فأرسله إلى عمان ثم إلى اليمن في موقعة الجسر، وهذه موقعة أصيب فيها المسلمون وخسروا المعركة. فعمر بن الخطاب وقف على المنبر خطيبا وطلب القبائل والعرب أن يأتوا للمدينة حتى يجيش الجيوش ثم يرسلهم إلى العراق. فأتى 700 رجل من رجال ألمع ومن بارق، وأيضا أتوا مجموعة من بجيلة وكان على رأسهم القائد. وعندما عينه عمر رفضت بجيلة أن يكون هو سيدهم. السلام عليكم ورحمة الله، هذا عمر ذيبان يحييكم فأهلا بكم. في هذه الحلقة سنتعرف على بطل من الأبطال، دوخ الفرس وحقق انتصارات كثيرة، بل يعتبرونه أول قائد عربي يخوض البحر وأول من بنى مسجد في فارس، وله كثير من المناقب. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر كانوا دائما يولونه قيادة الجيوش. عمر بن الخطاب جعله على الفرسان، ودائما الفرسان هم الذين يحسمون المعارك، وكان حريص حتى عمر بن الخطاب وضعه على الخراج. إنه عرفجة ابن هرثمة. دعونا نتعرف على سيرته فأهلا بكم. رجال ألمع هي منطقة تقع جنوب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير، ومنطقة مشهورة بجبالها وجمال طبيعتها، أيضا بتراثها، وأيضا مشهور فيها العسل. بطلنا خرج من هذه المنطقة، من منطقة رجال ألمع، وجدهم هو ألمع. فمن هو ألمع؟ دعونا نتعرف على ألمع. هذا هو ألمع ابن عمرو ابن عدي ابن حارثة ابن عمرو ميزيقياء، لقبه ميزيقياء، ابن عامر ماء السماء، ابن حارثة ابن أمري القيس البطريق، ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن يزيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. هذا هو نسب ألمع. فدعونا نأخذها من الأعلى ونأتي إلى أمري القيس البطريق. لماذا سمي البطريق؟ وقعت حرب بين رحب عام ابن سليمان ابن داود عليهم السلام وبنو إسرائيل، وكادوا أن يعني يتغلبوا على رحب عام، فاستنجد بأمري القيس، وهذا كان ملك مشهور في اليمن، فمده بجيش ضخم، واستطاع جيش أمري القيس وجيش رحب عام أن يقضوا على بني إسرائيل. فرحب عام هذا ابن النبي سليمان عليه السلام كرم أمري القيس وألبسه الحلل التي كان يلبسها كبار القوم في دولة رحب عام، فلذلك سمي البطريق. ابن حارثة ابن عامر ماء السماء، عامر ماء السماء هذا رجل كان ملك وكان كريم جدا، كان عند سد مأرب، وكان هذا عامر عندما ينقطع القطر من السماء فإنه يطعم الناس حتى ينزل القطر، فشبهوه بالمطر، فكان يسمى لكرمه عامر ماء السماء. ثم نأتي لعمر ميزيقياء. عمر ميزيقياء هو لقبه ميزيقياء من التمزق، وعمر هذا كان ملك كبير وملك عظيم. قبل أن يقع سد مأرب أنبأوه الكهنة وقالوا أن سد مأرب سيقع، فأخذ أبناءه وعشيرته وخرج بهم. سمي ميزيقياء لأن أبناءه تمزقوا في الجزيرة العربية فتوزعوا في الجزيرة العربية. لما خرج عمرو من اليمن تقسم أبناءه وتشتت وهم ستة، فجفنة ذهبوا إلى الشام، وعندك محرق وكعب وعمران هذول أبناءه، وعندنا ناس ذهبوا إلى يثرب اللي هي المدينة حاليا، طبعا هذا كله قبل الإسلام. فثعلبة ابن عمرو هذا ذهب إلى يثرب وهو بطن الأنصار، وأتى له ابن حارثة وخرج منه الأوس والخزرج. فالأنصار يرجعون في حارثة، حارثة في ثعلبة، ثم في عمرو ميزيقياء. أيضا خرجت حارثة وهي بطن خزاعة، وخرجت والتحقت بمكة وبقيت في مكة حتى أن خزاعة يعني انتشروا في مكة وحكموا مكة قرابة 300 سنة هذولا خزاعة، وهم من أبناء عمرو ميزيقياء. ومن حارثة خرج عدي،
وهذول انتقلوا الى جنوب الجزيره العربيه، فخرج له ابنين. الابن الاول وهو سعد ويسمى بارق، بارق نظرا لانه كان يتبع البرق يعني قطر السماء فكان يتجه اليه، وعمر، عمر هذا اتجه الى رجال المع واتى له ابن وسماه المع، فهم ينسبون الى هذا الابن اللي هو المع. فعمر اتجه الى رجال المع، اما سعد اللي هو بارق فاتجه الى منطقه وتسمى الان منطقه بارق. الان دعونا نتعرف على بطل قصتنا الذي خرج من رجال المع وهو عرفجه ابن هرثم. هذا عرفجة ابن هرثم يعود ويرجع في عمر ابن عدي. طبعا هذا عمر ابن عدي سكن منطقة رجال المع. هذا عرفجة في الجاهلية وقعت حرب فقتل رجالا، بعد ذلك فر هاربا ولحق ببجالة، بقبيلة بجالة، وبقي فيهم وكان سيدا شجاعا شريفا. فما لبث فترة حتى نصبوه سيد عليهم. ثم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلم به بدأ يحكم عقله ويستمع للأخبار التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، فاتجه إلى المدينة وأسلم في المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أسلم قبل فتح مكة ولذلك يعتبر من المهاجرين، حتى عمر بن الخطاب كان يعده من المهاجرين ويجعل له أفضلية على بقية الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح. عمر بن الخطاب كان واضع ترتيب معين، اللي أسلم في مكة واللي أسلم بعد الهجرة واللي أسلم من المهاجرين واللي أسلم بعد فتح مكة، فكل هذا له ترتيب معين، فما يتقدم أحد أو يتأخر. عمر الخطاب كان واضع لها ترتيب معين لأفضلية الصحابة. هذا عرفجة كان يعتبر من المهاجرين وكان له أسبقية في الإسلام وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب داعيا إلى بجالة وإلى الأزد وإلى بارق وإلى المع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الخلافة، أبو بكر ارتد كثير من القبائل في الجزيرة العربية، فأرسل أبو بكر الجيوش في سائر الجزيرة العربية وأرسل عرفجة إلى عمان، وبعد ذلك من عمان أرسله إلى اليمن، فردهم وهزمهم، بل إنه في اليمن أسر مجموعة من الرجال الذين ارتدوا وعاد البقية للإسلام. من ضمن الأسرى الذين أسرهم عرفجة هو المهلب بن أبي صفرة، وكان المهلب صغير في السن، فأخذهم وذهب بهم إلى المدينة. عندما أدخلهم إلى المدينة ورآهم أبو بكر كان عنده تصور أن المرتدين يجب قتلهم، ولكن عمر الخطاب اعترض وأيضا عرفجة قال أما هذا، يقصد المهلب بن أبي صفرة، اقتلوني بداله، يعني أنا سأقتل بداله. قالوا لماذا؟ قال والله إن طال بكم عمر ليسودن ولترون منه أمر يسركم. يعني يقول هذا هو تفرس فيه المهلب، المهلب كان طفل صغير فتفرس فيه، قال هذا بطل شجاع وسوف يسود ويبلغن مبلغا لا يبلغه أحد من الرجال. وبالفعل المهلب بن صفرة بعدين برز وهزم الخوارج وكان له انتصارات، كان قائد لا يشق له غبار. في زمن عمر الخطاب وقعت الجسر، هذه موقعة الجسر، يعني وقعت حادثة عجيبة في الإسلام لم تقع قبلها، قتل نصف عدد الجيش المسلم. هذه موقعة الجسر كانت كارثة بالنسبة للمسلمين، وقتل مجموعة، بل إن مجموعة فروا وصلوا إلى المدينة لعمر بن الخطاب وكانوا يعني في ذهول وفي خوف شديد، قالوا لقد فررنا، يعني عندهم الفرار أشد من القتل، فقالوا بقينا وقتلنا. فكان عمر بن الخطاب يهديهم، قال بل أنتم فئتم إلي، يعني وقال رحم الله الذين توفوا، لو أنهم عادوا وانسحبوا وفاءوا إلي لدعمتهم بجيش وانتصروا. يعني كان عمر الخطاب يقول أنا فئتكم، فلو أنكم رجعتم ما تعتبرون فارين من الزحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الفارين من الزحف في اللقاء، فكانوا خائفين، لكن عمر الخطاب كان يهدئهم وصعد على المنبر وخطب خطبة عصماء، ثم دعا جميع القبائل في الجزيرة العربية للاجتماع في المدينة ليرسل جيش ضخم لمحاربة فارس. فأتى من المع ومن بارق 700 مقاتل، وأتى من بجالة مجموعة ضخمة من المقاتلين، وكان قائدهم هو عرفجة ابن هرثمة. فلما رآهم وسر بهم، وأتوا مجموعة من غامد ومجموعة من جميع القبائل في الجزيرة العربية، عمر بن الخطاب وضع قائدهم وأميرهم عرفجة ابن هرثمة. فتكلموا قبيلة بجالة، قالوا هذا يعني ليس منا، فكيف تجعله قائد علينا؟ فساله عمر قال أنت سيدهم، كيف أنت اللي أتيت، فكيف لست منهم؟
قال نعم يا أمير المؤمنين، لقد أحدثت حدثا في الجاهلية ثم لحقت ببجاله وعينوني سيد عليهم. قال فدافعهم كما يدافعونك. رفض عمر الخطاب أن يغير مكانه. قال واثبت على منزلتك، لكن عرفج رفض، قال والله لا أكون أمير قوم هم لا يرغبون فيه يعني. فعمر الخطاب جعل عرفجة قائد على مجموعة الأزد، على بارق وألمع وسائر القبائل التي أتت من الأزد. ثم انطلقوا إلى العراق، وذلك كان في سنة 13 للهجرة. انطلق عرفجة بن هرثمة ومعه المقاتلين من ألمع ومن بارق ومن الأزد المتبقين، وقبيلة بجالة انطلقوا والتحقوا بالمثنى بن حارثة في العراق، ودخلوا في معركة ضد الفرس. المعركة هذه ضد الفرس استطاعوا أن يكسروا شوكة الفرس وأعادوا الروح المعنوية للمسلمين، لأنهم انهزموا في الجسر وكانت يعني صدمة على المسلمين، كانت انتصارات متتالية. فوقعت هذه موقعة الجسر يعني أحدثت ردة فعل نفسية سيئة على المسلمين، ولكن معركة البويب هذه لما قادها المثنى بن حارثة وكان قائد الفرسان هو عرفجة بن هرثمة، وقد أوغل قتلا في الفرس واستطاع أن ينتصر ويهزمهم في المعارك، واستطاع المسلمين الانتصار في معركة البويب. يعتبرها ابن كثير مثل معركة اليرموك نظرا لأهميتها، لأن داخل المسلمين في تلك المرحلة في مرحلة ضعف نفسي، فهذه المعركة وانتصارهم فيها أعادوا للمسلمين الروح المعنوية العالية لهم. انطلق عرفجة بأمر من أمير المؤمنين ب700 مقاتل على الفرسان، انطلق والتحق بالعلاء الحضرمي وكان أمير البحرين وكان في منطقة القطيف، فدخلوا في معارك هناك حتى عادوها وثبتوا الأمن في تلك المنطقة. بعد ذلك علاء الحضرمي فكر أن يغزو الفرس من ناحية البحر. طبعا عمر الخطاب كان عنده توجه أن البحر ما يدخلون فيه المسلمين لأنهم ما يعرفون، وكان يخشى على المسلمين، فكان عنده تصور أن ما يدخل. لكن علاء الحضرمي أراد أن يرسل جيش بدون ما يدري عمر لفارس، أول مرة في البحر يخوض المسلمين معركة في البحر. من يرسل؟ أرسل عرفجة ابن هرثمة. وبالفعل يعتبر عرفجة ابن هرثمة هو أول قائد عربي يخوض البحر، وبالفعل وصل إلى الجزيرة واستطاع أن يهزم الفرس، وهو أول من بنى مسجد في فارس. وقال سيد حسن عرفجة ابن هرثمة بطل الأزد، أمير البحر الأول في الإسلام، ومن أعظم القادة بلاء وإحسانا. وفي هذه الأثناء أتت أنباء إلى عمر الخطاب واستنجاد من واليه في البصرة، كانوا يعني يهاجمون البصرة ويحاولون السيطرة عليها، وكان عتبة بن غزوان يحاول صدهم، فأرسل في طلب مدد من أمير المؤمنين عمر الخطاب. عمر الخطاب أرسل رسالة لعلاء الحضرمي وقال أرسل عرفجة ابن هرثمة، وكتب رسالة إلى عتبة بن غزوان وقال له لقد أرسلت لك عرفجة ابن هرثمة، فإنه ذو مجاهدة ومكايدة في العدو، فإن أتاك فاستشيره وقربه. وبالفعل لما وصل عرفجة ابن هرثمة إلى البصرة وضع ورتب الأمور وبدأ يوزع الفرسان وكان قائدهم، وبدأ عتبة بن غزوان يعد الجيش، وبالفعل دخلوا في معركة في البصرة واستطاعوا أن يهزموا الفرس. الآن منطقة البحرين القطيف تم السيطرة عليها، البصرة كذلك، جميع المناطق اللي جهة العراق بدأوا يسيطرون عليها، وكان قائد الفرسان هو عرفجة ابن هرثمة. الآن بدأت مرحلة جديدة ومرحلة مهمة، كان فيه تعاون بين الفرس والروم لأجل القضاء على المسلمين، وهنا تنبه القائد سعد بن أبي وقاص، يعني مسألة خطيرة جدا. فأرسل لعمر، عمر الخطاب أمر عرفجة وأمر مجموعة من الجيش اللي في البصرة وفي العراق بالاتجاه والانضمام لسعد بن أبي وقاص. وبالفعل وصل عرفجة بن هرثمة بكتيبته من الأزد ومن ألمع ومن بارق، وانضم إلى سعد بن أبي وقاص، ودخلوا في معركة القادسية سنة 15 للهجرة، واستطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينتصروا على الفرس وكسروا شوكتهم. كان يعني معركة القادسية من أهم المعارك التي خاضها المسلمون. بعد ذلك لاحظ سعد أن الروم ومجموعة من العرب ضد المسلمين تجمعوا في تكريت، ووضعوا لهم حصنين الموصل ونينوى، وكانوا يحاولون أن يعدون الجيش حتى يهجموا على المسلمين. هنا تنبه سعد فأرسل إلى
أمير المؤمنين عمر الخطاب، فقال له: قال أرسل الجيش وأمر عليهم عبد الله بن معتم وعلى الفرسان عرفجة بن هرثمة، يعني الفرسان اجعل عليهم عرفجة بن هرثمة وهذا قائد الجيش. ثم انطلقوا. طبعا لما وصلوا إلى تكريت كان الوضع صعب الدخول لها، فحاصروها 40 يوم. هنا مل العرب الذين في، هم طبعا عرب نصارى، ملوا من الحصار، فبدأ يراسلهم عرفجة، فعرف أنهم يعني أصابهم الملل من والتعب من الحصار، فقالوا له: نسالمكم، يعني نريد أن ندفع الجزية أو أن نسلم، يعني ندخل في السلم. فقال: نعم، على أن تعطونا العهد. قالوا: وما العهد؟ قال: إذا هجمنا على تكريت وعندما نكبر كبروا من آخر الجيش. فقالوا: نعم. فلما هجموا بدأ يكبر كتيبة الفرسان، كتيبة عرفجة بن هرثمة، فلما سمعها العرب في جيش الروم بدأوا يكبرون. فهنا الروم ظنوا أن الجيش المسلمين اقتحمهم من الأمام وأيضا من الخلف، لذلك دخل الرعب في قلوبهم وفروا هاربين من تكريت وسالمت اللي هي الموصل، اللي هي الحصن الأول والحصن الثاني، ودخلوا طواعية في عهد المسلمين. وبعد ذلك ارتدوا وهجموا عليهم بجيش عرفجة فهزموهم واستطاعوا أن يسيطروا على الموصل وتكريت ونينوى. في سنة 17 اتجه إلى البصرة وبنى القاعدة العسكرية. بعد ذلك الأهواز دخلت في عهد المسلمين طواعية دون قتال. الآن البصرة، هرمز، المواقع تستر كلها الآن تحت السيطرة الإسلامية. علاء الحضرمي أرسل جيش يريد أن يغزو مرة ثانية، يريد أن يغزو الفرس من خلال البحر، وبالفعل وصل وتركوه الفرس يتوغل، فدخل وتوغل، ثم قطعوا عليه الفرس اتجاه السفن، فدخلوا في معركة. أراد المسلمون أن ينسحبون، فلما عادوا تفاجأوا بأن الطرق قد انقطعت عليهم، فلاذوا ببر فارس في منطقة بر ما يستطيعون، وتحصنوا، ثم أرسلوا الرسائل إلى عمر الخطاب أن أمددنا فقد حوصرنا، وخشي عمر الخطاب أن يقتل المسلمين، لذلك أرسل عمر الخطاب لأمير البصرة رسالة مستعجلة إلى عتبة بن غزوان وقال له: انطلق بجيش ضخم من البصرة إلى إخوانك في فارس وأنقذهم من الحصار الذين هم فيه. بالفعل وضع على الفرسان عرفج بن هرثمة، وكان خبيرهم والذي يخبرهم بالطرق وعرفج، لأنه وصل فعلا بالسفن إلى فارس وعرفها وعرف المواقع وهو متنقل كثير، فكان يعرفهم، فكان هو دليلهم، وكان قائد الفرسان، فانطلق واستطاعوا أن يدخلوا في حرب، بل فر الفرس من تلك الموقعة، ثم استطاعوا أن يستنقذوا جيش المسلمين من تلك الموقعة وعادوهم سالمين إلى منطقة القطيف. وذلك كان عام 17 للهجرة. وفي عام 21 بدأ المسلمون الاستعداد لأعظم المعارك ويسمونها معركة فتح الفتوح، وهي معركة نهاوند، بدأوا يعدون لها. فأرسل عمر الخطاب أن ينضم الجيوش، ووضع قائد جيش البصرة عليهم عرفجة بن هرثمة، ودخلوا في معركة نهاوند واستطاعوا أن ينتصرون بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة نهاوند. هذا حتى عام 21 للهجرة. لاحظ، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد أن أسلم، ثم في عهد أبي بكر قرابة 15 سنة، وهو ينتقل من الجنوب للشمال للعراق لليمن لعمان للقطيف، وكلها يعني هو كان قائد كتيبة الفرسان. ولي عرفجة بن هرثمة على الموصل، فبدأ يوطن العرب في الموصل، وبدأ يبني ويخطط ويعمل قواعد عسكرية ويضع الحصون، ف بناها، وهو الذي بنى المسجد اللي موجود إلى الآن ويسمى المسجد الأموي في الموصل، هو الذي بناه عرفجة بن هرثمة، واستمر في تطوير المنطقة وبقي أميرا عليها حتى وافته المنية عام 34 للهجرة، فرحمه الله من مقاتل بطل شجاع، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. في الختام أدام الله بقاءكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.